قبل 25 سنة كنت جالس كشيء ذبانة عن وجهي، اصطدمت بإيدي. اللي ثار انتباهي أنه شدة الاصطدام ما تتناسب لا مع وزن ولا حجم الذبابة. فهذا الشيء اللي دعاني أنه أدرس ميكانيزم طيران ذبابة المنزلية. فدخلت عالم الحشرات مسلح بالمجهر. الرؤية الأولى اللي شاهدتها من خلال هذا المجهر أسقطت من يدي كل أدواتي الفكرية. هل هذا الجناح اللي كان يرف 500 رفة بالثانية؟ فقررت استنساخه واخترعت جناحي الخاص اللي هو هذا، رقيق مشقوق مثقب ليس به مقطع طيراني يشبه جناح الذبابة. ولفهم أهمية هذا الجناح العلمية والعملية لابد لنا من الإشارة لحقيقة أن الطائرة تطير نتيجة الفرق بسرعة السيالة الهوائية ما بين بطن وظهر الجناح. السرعة العالية تعني ضغط منخفض، والطبيعة لا تقبل بمبدأ الفراغ فيرتفع. المروحة إنما هي بالحقيقة جناح دوار تنطبق عليه نفس قوانين حركة الهواء بالنسبة للجناح، لكنها لم تتجاوز مردودها 76% منذ الأخوين رايت، يعني منذ 100 سنة 1903. بواسطة هذا الجناح المثقب كل ثقب فيه إنما هو له دور الفم تزداد السرعة. الشق إنما هو ثقب مشقوق. بواسطة هذا الجناح استطعت الوصول لبناء مروحة كفاءتها 82%. استطعت الوصول لنفس السرعة ولكن بعدد دورات أقل. هذه المروحة يمكننا استخدامها ببناء المحركات النفاثة، مراوح الطائرات، مراوح السفن والغواصات. حينما نستخدمها تحت الماء سنحصل على مروحة لا تولد فقاعات، يعني ليس هنالك حالة تكهف. ذلك يعني أنها صامتة، سيتعذر على السونار أن يعرف أن هنالك ثمة مروحة تحت الماء. انعكاسات هذا الجناح على صناعة الكهرباء من طاقة الرياح، على تكنولوجيا طاقة الرياح، هو أننا حصلنا على جناح ليس بحاجة لسرعة رياح مرتفعة حتى يدور بهذه السرعة. تشاهد هنا الحبل المتدلي من الدفة، فقط لأوضح من خلال هذه الصورة إن الرياح لم تتجاوز 2 متر بالثانية، وهذا غير متوفر بعالم اليوم. إن التوربينات الريحية بحاجة إلى 9 أمتار بالثانية. لقد علمتني الذبابة إن قوة الحياة تكمن بالتفاصيل. علينا عدم تجاهل هذه التفاصيل من أجل أن نغير العالم. وشكراً.